أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يشتري بعض الناس أنواعا من الدمى لها صور وتتكلم، وإذا أنكر عليهم قالوا هذه ممتهنة، فالطفل يرمي بها في كل مكان ولا يعظمها، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. ما نربي أطفالنا على الصور، ما نربيهم على الصور، هذه تربية سيئة. نربيهم على الأشياء المباحة، وما حرم على الكبير حرم على الصغير. نعم.